على مدار التاريخ الطويل ده أكيد الناس بتتغير. يا الناس ترى الناس ايه بشخصياتها بمختلف طبقاتها بتتغير، راغب علامة إيه اللي اتغير فيه كإنسان من بدايته لحد دلوقتي من خلال الفن؟ صار عندي نضوج أكثر وعندي قوة أكثر وصرت أغنى. كنت في أي زمن عارفين، بس الفنان هو نفسه يعني عرفت ال ال هال هالولد اللي جوايا لسه موجود، لسه النوتي بوي يعني موجود عندي عارف كيف. بس الحاجات الاشياء اللي اتغير فيها هي النضوج والقشور، طيب بس من جوا هو انا انا. بقيت قد ايه اقوى؟ كتير. وقد ايه اغنى؟ كتير. مش عايز تقول ارقام انت يا رب. هو الغنى غنى النفس صدقني، يعني القناعة أغنى شيء في الحياة. يعني أنت تكون قنوع باللي توصلت له، واللي والأرزاق متقسمة. يعني أنا كل اللي اشتغلته في حياتي يمكن لا يشكل 1% من واحد ورثه من أبوه. فعشان كده لازم تعرف أنه أنا قيمتي براغب، مش بجيبتي شو فيه أو بالبنك شو عندي. ياما ناس ورثوا عندهم ملايين وملايين وملايين بس ما عندهم ذرة نجاح من اللي انت عندك. بس لما بتسألني عن راغب بحكي لك عن تاريخي، ما بحكي لك شو عندي سيارة ولا بيتي ايه ولا يعني شو عندي فلوس، لأن هذه مش هاي الاشياء اللي مش الهاجس عندي. مش معناتها اني ما بحبش الفلوس، لا بالعكس ابدا، فلوس وسيلة حلوة في الحياة، بس هي تيجي بحياتي نمبر 10 في 9 قبليها. انت ما بتهتمش بالفلوس يا راغب؟ بهتم، بقول تهتم يعني تهتم بالشغل والشغل هو بيجيب الفلوس. بس اهم من كل ده راحة البال، سعادة، نجاح، الحب، كل ده اذا انت يعني اذا انت موجود عندك ما عندكش فلوس كل ده تقدر تحسه. بس لو عندك فلوس ما عندكش كل دول فانت مش عايش، انت انسان عبارة عن ورق بس. نسيني الدنيا، نسيني العالم، دوبني حبيبي وسبني اقول لك أحلى كلام. لو ألف الدنيا، لو ألف العالم، مش ممكن زي غرامك أنت ألاقي غرام. لو أقولك إني بحبك الحب شوية عليك، لو ثانية أنا ببعد عنك برجع مشتاق لعينيك. ضمني خليك ويايا، دوبني ودوب في هوايا، تعال نعيش أجمل أيام. لو أقولك إني بحبك الحب شوية عليك، لو ثانية أنا ببعد عنك برجع مشتاق لعينيك. طمني خليك ويايا، دوبني ودوب في هوايا، تعال نعيش أجمل أيام. أول يوم في رمضان، احنا سامعين ان اول يوم في رمضان انت عندك عادة معينة بتعملها، بتجيب اطفال ايتام وتقضي معاهم الفطار في اول يوم في رمضان. دي احنا عرفناها من مصادرنا الخاصة. هقول لك انا بالموضوع هيدا بفضل ما فوت فيه، بس انا مش بستنى رمضان عشان اعمل الحاجات دي. انا بعتقد ان الخير ممكن يكون باي يوم من السنة. برمضان يمكن عيالي هم اللي بيعملوا كده، بيتعلموا يعملوا كده وبنبسط. الخير ممكن تعمله بأي لحظة وبأي يوم وبأي شهر. مواقف كوميدية أثناء تسجيل الألبوم وأثناء التصوير، في حاجات تانية غير الموضوع اللي تسجل الأوديو ده؟ أنا ما اعتبرته موقف كوميدي، اعتبرته موقف تاريخي. هذا ده موقف تاريخي فعلا. لا بيعدي علينا كتير حاجات يعني، كمان ما تصورتش. يا خسارة. يعني يعني نحن بنشتغل بمرح وبنحاول نشيل استرس اللي عندنا نحن بنشتغل بمواقف كوميدية. يعني أكتر واحد بيعمل مقالب أخويا خضر، يعني نحن بنشتغل ممكن يكون أنا بغني وأنا رح طلع لي وأنا بغني من جوا يعني نقزني يعني خضني عرفت يعني كتير إشياء كل وقت كل 10 دقايق في حاجة. فما بذكر حاجات معينة كبيرة يعني كوميدية، بس أنا حبيت أقول لك الموقف تاع الأغنية الـ أنا وياك اللي صار، لأنه فعلا كان شغلي مش ممكن تصير
مش ممكن حد يقدر يعمل ده. وكله بيقول مش ممكن. قلت له هتحصل. المخرج قال لي مش ممكن. خضر قال لي مش ممكن. عارف كيف؟ حتى الشاب جمال جيمي بعيد لما قلت له قال لي لا انت بتهزر. قلت له لا ما بهزرش. روح اعمل كده وانا هقول لك هنعمل ايه. وتممنا الغنوه يعني. وبص يعني النتيجه قديش حلوه كانت. مثل يؤمن به راغب علامه. اعمل لدنياك وكانك تعيش ابدا. واعمل لاخرتك وكانك تموت غدا. اعمل هيك بتعيش كل حياتك مرتاح. عاده بتحرص عليها يوميا. عادة اني في كتير عادات يعني انا مش ممكن انام من غير ما اشوف تي في. لازم. عادة عندي. مش ممكن اصحى من النوم ما افتحش الانترنت والفنجان القهوة والتي في ات ذا سيم تايم والجورنال. كله مع بعضه. كله مع بعضه صدق. وانت مركز في كله. ببقى حاطط اللابتوب على رجليا بسريري. ها لابتوب على رجليا. الجرايد متوزعة حواليا. فنجان القهوة معايا. ولازم يعني غالبا كل يومين ثلاثة في القهوة بتترمي على السرير. طبعا لازم طبعا. بعمل رياضة خفيفة الصبح. هول دول لازم. لما أكون مع عيالي لازم أنا أنيمهم. هيدي عادة. لازم أكون بوقت النوم وأنا معهم في السرير. بحب كتير الوقت ده كتير. بنتكلم بيحكوا لي عن أسرارهم. بيحبوا مين بيكرهوا مين. عارف كيف؟ فهول الحاجات يعني كده بسيطة. وفي أماكن معينة من بعد ما أطلع من البيت في كافيهات معينة. لو كنت في بيروت أو بأماكن يعني البلاد ستعرف الأماكن اللي بزورها. فلازم هاي اشرب القهوة فيها كمان من بعد قهوة الصبح. قهوة الساعة 10 يعني. اروح قهوة تانية برا البيت. برا البيت اماكن معروفة وبقعد فيها ونفس الكرسي ونفس المكان وبنجتمع مع اصحاب باي بلد كنا فيها يعني. كل ما بتطلع عمري بشوفك قدامي اقرب من حالي عحالي وقلبي ورامي. ما بتفارق لحظة عيوني حتى بأحلامي. بالدقايق والثواني مرافق أيامي. قرب أكتر قرب مني غمرني بحنان. حتى قلبي لامس قلبك حتى روحي تلامس روحي حبيبي اشتقت لك. طيب راغب انت قلت لي من شويه الاولاد. مفيش حاجه اتعلمتها من اولادك؟ ابني بيعلمني فوتبول. بيعلمني العب فوتبول. بيعمل لي حركات زي رونالدو ورونالديني ومش عارف ايه. فبحاول اقلده. بروح واقع على الارض. عارف كيف؟ كده يعني. بيحاولوا يعني حتى على الكمبيوتر بيعلموني حاجات. يعني مثلا لاني انا يعني انا ما درستش كمبيوتر. بس بقعد بطلع انترنت بشوف يعني باللبناني مثل ما نقول من جزر يعني. يعني زي بتمشور يعني على فيروح احيانا يقول لي انت بتعمل كده ليه؟ طب ما تدوس على دي هتوصل اسرع. عرفت كيف؟ الجيل الجديد دايما فاهمين في التكنولوجي اكتر يعني. حاجات صغيره كده. عرفت؟ أسعد لحظات حياة راغب علامة. بدي أقول لك مع عيالي. مع الأولاد. مع عيالي. وأنا عايش بعيد عنهم أساساً. يعني أنا أكثر من 6 شهور بالسنة بعيد عنهم. ونتيجة إن هم في المدرسة ما أقدرش أخذهم معايا كل الوقت. فبستنى الفرص لما يكون عندهم فرصة بأخذهم معايا أو لما أنزل على بيروت بين حفلة والتانية. فعشان كده ببقى يعني لما يكون بوسط الأسرة أسعد وقت عندي. طيب أسوأ لحظات عدت على راغب علامة. يوم اللي ضربت بالنار. كلمنا عن الموقف ده شوية أكتر يعني. ماشي أنت ماشي في الشارع راح واحد ضرب عليك النار. ما تعرفش أي حاجة. ما تعرفش أي حاجة. تلاقي نفسك أنت يعني ضربت بالنار. يعني كان وقت صعب. يعني دلوقتي بضحك وهيك بس أنه
بضحك لأنه الحمد لله ربنا يعني أعطاني الفرصة أن أعيش مرة تانية. بس ما أقدرش أوصف لك الشعور وأنت بتواجه الموت بالشكل هيدا بالجبن هيدا اللي صار أو بال يعني الإجرام اللي صار for no reason. الواحد بس قرر أنه هو عايز يعمل الحركة دي عشان هو مجنون أو عرفت. كانت أسوأ لحظة. بس ليتلي كمان لما صارت المشاكل في بيروت واتقفل المطار كمان كنت أنا وجيهان مراتي كنا مسافرين وحصل اللي حصل فعيالي في بيروت ومش قادر أوصل لهم فعلا مش قادر أوصل ما فيش طريق لا عن طريق المطار ولا عن طريق البر. فالحمد لله هم كانوا بمكان آمن ومرتاحين ومبسوطين ومش حاسين. بس أنا كنت بأتعس أوقاتي لأنه ما مرش علي يوم في حياتي ما قدرش أخرق الحاجات الأمنية يعني المستعصية. يعني حتى أيام حرب لبنان القديمة هقول لك حاجة. يعني كان أنا كنت أحيانا لأنه عندي حفلات وقف إطلاق النار عشان أعدي بمعارفي قالوا إحنا عايزين نعدي فيقولوا طيب إحنا هنوقف إطلاق النار. عم بحكي لك بالثمانينات 86 87 كانت الحرب بأصعب أيامها. فهم متحاربين طبعا يعني ومدافع ورشاشات. فنكلم دول نكلم دول طيب حنعدي ممكن نعدي إزاي أنا عندي حفلة هنا وحفلة هنا. فحصلت طيب حنوقف لكم ربع ساعة بس خلوا الطرف الثاني لو تعرفوهم يوقفوا ربع ساعة. فنكلم الطرف الثاني ممكن توقفوا من العشرة للعشرة وربع يقولوا طيب يلا حنوقف. ف اوكي ستوب يعني هلا سيز فاير ربع ساعة. فطبعا عشان نعدي لازم يكون معنا اسعاف. عرفت كيف لازم تمثيلية اي انه ما توقف الاطلاق النار عشان في حفلة توقف الاطلاق النار عشان في اسعاف. فتعدي معنا الاسعاف من بعد ما نمشي اوكي عديت يلا يبتدي ضرب النار مرة ثانية زي فريق الفوتبول. عرفت كيف صفر الحكم تفضلوا يلا